تعالوا نجرب الهوت اير براش برو من تشيري امبيري. وعايزه اقول لكم ان تشيري امبيري بقت تشي ام بي. التو ان وان هوت اير براش من تشي ام بي عباره عن ان الفرونت سايد بتاعها بيعمل فوليوم في الشعر وبينشفه، والبي تي سي تكنولوجي بتخلي ان الحراره تتوزع على الشعر من غير ما تعمل اي ضرر. ألذ حاجة في الاختراع ده انه هي سريعة قوي وبتخلي ان الموضوع ما ياخدش 10 minutes. نيجي بقى للباك سايد وهو الهوت براش الايونيك براش، ودي بتفرد الشعر او اي خصل لسه مكسرة محتاجة انه يعني تعمل عليها مرة كمان. الحقيقة اختراع لذيذ وبينجز وقت كبير قوي، وكمان بيخلي الشعر فيه فوليوم وشكله لذيذ قوي زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش تلحقوا offers البينك فرايداي على تشي ام بي على السايت، وما تنسوش تستخدموا البرومو كود بتاعي علشان تاخدوا extra discount على الديسكاونت اللي موجود.